طيب الله وأوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. اكو في الوقف السني والوقف الشيعي، اكو مخصصات خدمة المذهب. خلي يسمعني الشعب العراقي، 200 مليار للوقف الشيعي، صفر للوقف السني. شنو الخدمة؟ ما اعرف والله. الموازنة الاستثمارية، يعني هسه واقع حال، ايهما تضررت يعني المساجد، المدارس الدينيه، المناطق السنيه اكيد نور الارهاب. 2 مليار 2 مليار للوقف السني، 49 مليار للوقف الشيعي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اليوم عندنا صراحه موضوعين نركز على نصف الساعه الاولى على موضوع، وهو هناك تذمر داخل التحالف الوطني من تدخلات حزب الله اللبناني في الشان العراقي. شنو هذا الموضوع؟ سياسي عراقي عاد الى العراق في الفتره الاخيره بعد غياب دام لسنوات طويله، مارس خلالها عمله السياسي وتنقل بين الاردن وتركيا والامارات بسبب وجوده على قائمة المطلوبين لميليشيا أو لميليشيات مسلحة في العراق كالعصائب بدر والنجباء، فضلا عن تهم تم توجيهها إلى من قبل القضاء خلال حكومة نوري المالكي الثانية بين العام 2010 و2014، بالوقت الذي تفاجأ البعض بوجود أسماء ثلاثة مرشحين في قائمة مفوضية الانتخابات كانوا أيضا ضمن المتهمين بالإرهاب بسبب دعمهم لساحات الاعتصام، كما هذه التهمة التي جاءت والتظاهرات الشعبية في المدن الغربية والشمالية ضد سياسة المالكي في ذلك الوقت في عام 2013 بالتحديد. التذمر يبدو واضح داخل التحالف الوطني الحاكم وكذلك قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، مما يسمونه بصكوك الغفران التي يمنحها حزب الله في لبنان لكل من يأتيه من السياسيين العراقيين الذين يرغبون بالعودة إلى بغداد والرجوع إلى العملية السياسية، في وقت يؤكد آخرون بأن الشفاعة لا تنحصر بالحزب بل بأطراف أخرى في سوريا وفي إيران تمارس الدور نفس الدور، ويعتبرون ذلك إهانة للقضاء العراقي وتأكيدا على تهمة اللا دولة في العراق ولا سيادة. حزب الله طبعا رفض التعليق على هذا الموضوع كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، وعضو بارز في التحالف الوطني الحاكم يقول بأن الأخوة كما أسماهم في حزب الله يشفعون لشخصيات لا يجب أن تعود للمشهد العراقي، وهناك موضوع خجل وحياء واحترام لمكانة الحزب كما يقول تمنع معارضة هذه الشفاعة التي تكررت مرات عدة خلال الأشهر الماضية. بيّن بأن الحزب أوصى أخيرا بعدم التعرض ل شخص بعد أن ذهب إليهم في لبنان، واجتمع مع أخوة مسؤولين في حزب الله هناك يهتمون بالشأن العراقي، وقال بأن الشخص المعني كان يهاجم ميليشيات الحشد ويصفها بأنها ميليشيات إيرانية، ويعتبر العراق محتل من قبل إيران وهو مقرب من السعودية كما يقول. يضيف مستغربا الحزب ليست له مصلحة في ذلك، كما أنه لا يقبل منفعة دنيوية، فلماذا يقوم بإحراجنا؟ يذكر العضو بشفاعة أو يذكر هذا العضو بشفاعة رئيس النظام السوري بشار الأسد بالمطلوب السابق للقضاء بتهم الإرهاب عضو البرلمان الحالي مشعان الجبوري، قائلا بأنه حتى الآن هناك من يحاججنا من البرلمانيين السنة والأكراد بمشعان عندما نتحدث عن القضاء وعدم التمييز بالأحكام، فقد أسقطت عنه التهم وصار عضوا في البرلمان وأعيد له منزله ومزرعته التي قرر القضاء مصادرتها سابقا منه.
القيادي في تحالف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي النائب منصور البعيجي يؤكد رفضه لأي وساطات خارجية، خاصة لشخصيات كان لها دور في مرحلة العنف السابقة كما يقول، ويضيف بأن هذا الموضوع هو شأن داخلي، ومع احترامي للأخوة في حزب الله كما يقول، لكنني أعتقد بأن هذه الوساطات لم تعد مجدية حتى لو عادوا، إذ لم يعد لديهم ثقل سياسي وجمهورهم فقدوه، وليس لهم أي ثقل بين سكان مدنهم. بيّن بأن هناك شخصيات تورطت مع الإرهاب كما يقول، تتوسط للعودة اليوم هنا وهناك، وأعتقد بأن القضاء هو الحكم الوحيد. النائب كامل الغراري في هذا السياق يوضح بأنه من المفترض أن لا نحتاج لوساطة لو كان لدينا مشروع مصالحة حقيقي، ونجد الوساطات عند أطراف كثيرة خارج العراق بالوقت الذي يجب الاستعاضة عنها بالمصالحة. يلفت إلى أن هناك شخصيات يجب أن تعود لمناطقها ومدنها وعشائرها ما دامت تؤمن بالعملية السياسية، فلما إبعادها دون وجه حق؟ كذلك عضو التيار المدني العراقي حسام العيسى تكلم بأن هناك أشخاص تم استثنائهم من مقصلة قانون المساءلة والعدالة بتوصية من حزب الله أو من شخصيات إيرانية، ويضيف بأن الموضوع يمثل صورة مبسطة للوضع العراقي اليوم والتدخل فيه على مختلف المستويات. يتابع نعم هناك 5 أو 6 أشخاص عادوا من الخارج، وآخرون تم إبعادهم من المساءلة والعدالة والكلام عن الشفاعة خارجية من الحزب حزب الله، وآخرين قاموا بالزيارة إلى طهران وانتهى كل شيء بينهم كردي والآخرون من العرب السنة كما يقول. هل أصبح حزب الله له كلمة نافذة على ما يدعون في العراق بالسيادة والدولة والقضاء وإلى آخره؟ هذه الحالة ليست الأولى، يعني هو أحد النواب ذكرنا بمشعان الجبوري عندما كان في سوريا وتم التوسط له من قبل النظام السوري ورجع. كذلك العام الماضي أثارت تصريحات أياد علاوي عندما تحدث عن النازحين من أهالي جرف الصخر، قال بأن الملف بيد حزب الله وبيد إيران، يعني هذا ماخذ الكلام من هادي العامري أبو مهدي المهندس، قال في وقتها تكلمنا مع الأخوة هادي العامري وأبو مهدي المهندس حول موضوع إرجاع النازحين نازحين جرف الصخر، فقالوا لنا الملف بيد حزب الله وبيد إيران. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه الوساطات أو ما تم تسميته بصكوك الغفران من قبل حزب الله، وإعالة هؤلاء المطلوبين من قبل الحكومة الحالية إلى العراق. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أبو السلام حسن. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. أهلا بك أخي عمر. هاي كلها عصابة واحدة، يعني مشعاني انت تشوف مشعاني يعني بالكلام تقول شنو هالوطنية، هاي الوطنية تخور من خشمه، فهم دول كلهم مجموعة يعني كتلة حزالات، يعني انا اسميها كتلة حزالات، يعني بيدهم يسوون الانسان يعني بس اسطورة، وبيدهم لا يخلوه يعني غير شكل. فهم دول متفقين بالتفقين بتدمير العراق، ولا شنو هو مشعان وغيره وهذا. تمام زين، شنو حسن نصلى شنو هذا التأثير لحزب الله حتى يعني يعفي ناس محكوم عليهم بالإعدام غيابيا، محكوم عليهم مؤبد، محكوم عليهم بالإرهاب، يرجعهم ويدخلهم إلى المطار مطار بغداد ويقعدهم في فندق الرشيد وغصبا عن الحكومة وغصبا عن الميليشيات اللي هناك. ابو حسن هو الولاءات لمن؟ نعم 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 اخي عمر، الولاء لمن؟ الولاء لايران، يعني تتحكم بالمشهد هي كلها ايران، يعني هسه سواء هذا الملطم حسن وهذا، يعني انت شايف هسه يا اخي والله العظيم ما اتقبل، يعني انا هسه شلون ما افكر، يعني هذا البلد تحول هاويه لا محاله، يعني يتحكمون به اوباش
ابناء شوارع يعني البلد هذا الدمر. يعني والله العظيم انا قلت لكم 1000 مره يا اخوان لا تتخفون الزباله، اذا ما تتدبرون راح تتدمرون. يعني انا لما طلعت في الشارع يعني وما اكو يعني ابن حرام مخلي صورته، يعني البلد راح يتدمر. ما يسعون يا شعب السعي، يعني البلد راح يتدمر، راح يدمروكم والله عيب. يعني امركم راح يصير بيت الزباله والله راح تخبل. شو العراقيين يعني جبرتوا فد مره؟ والله عيب، والله عيب. خذلي خذلي على كل انسان يسخط من حقه، والله اكبر عيب. يخلون دول الحسارات يحكمون العراق. زين برايك انت هم سالتك على حزب الله، شنو هذا التاثير اللي 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 عند حزب الله يرجع كل دول المطلوبين؟ اخوي الله يخليك، هم دول كلهم يعني شله واحده، يعني شله واحده. يعني لما يجيبون من هناك يقعدون فندق درجه اولى وخدم وحشم، هذول عندهم يعني اجندات يطلبون اوامر توهيد توهيد توهيد، يعني نبي كل مجال. هم دول واحد لا إله إلا الله. نعم أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل الواتساب. يعني قاطع يقول الغد العد التنازلي بدأ، هل قررتم أم بعد؟ قاطع وبشدة، فلن تخسروا أكثر مما خسرتم على مدار 15 عاما، أنتم وحدكم القادرون على التغيير وليس غيركم. فالعراق في مستنقع كبير منذ احتلاله في نيسان 2003 واليومنا هذا، في كل مرة ترددون عبارة نذهب للانتخابات كي لا تذهب أصواتنا سدى ونغير الحال. أسألكم بشرفكم ومعتقدكم، هل غيرتم الحال وحافظتم على أصواتكم من ضياعها كما تدعون، أم وصلتم إلى هذه القناعة بأن العراق دولة داخل دولة داخل دولة، أولها دولة الأحزاب ونفوذها وهيمنتها، ثانيها دولة ميليشيات الحشد، ثالثها دولة الرئيس ووزراء وهي الحلقة الأضعف ما بينهم، ولكن هؤلاء شفاعتهم شفاعة لا مساءلة بها، لأن البعض يريد إرجاع النازحين. الوساطات وساطات غير مقبولة، هم عصابة موالية لإيران. مبروك من الإمارات. إذن الموضوع موضوع شفاعة حزب الله أو صكوك الغفران اللي يصدرها حزب الله وتأثيرها على القضاء أو الأوامر القضائية اللي صادرة بحق سياسيين سابقين أو أشخاص لهم ارتباط سابق بالاعتصامات، كما يقول اعتبرت تهمة فيما بعد الاعتصامات في ذلك الوقت. اليوم حزب الله يقوم بإرجاع كل من يروح له ويرضى عليه، يستطيع إرجاعه إلى بغداد وغصبا عن الحكومة وغصبا عن الميليشيات، وهناك تذمر داخل التحالف الوطني. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياة القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لهاي الحكومة، هاي الحكومة 20 مرة يمكن إحنا النادي من 2003 إلى هذا اليوم هي حكومة طائفية وهي حكومة إيرانية أو حزب الله إيراني. هو ياخذ كل ما يدعو كل ما تدعو في ايران. نعم. وايران تدعو الى ان تكون نفس الشيء. فاحنا من يعني ها صار 15 سنه وهسه راح تصير انتخابات. انا ارجو ان يفسدون هذه الانتخابات، لانه اذا رجعوا على الانتخابات راح ترجع نفس هالموضوع ونفس ايران ونفس حزب الله ونفس هالمؤره القبيحه اللي اجت قربت هذا البلد. زين. نعم ام ازهار. ماشي ام ازهار. ام ازهار شنو برايك شنو هذا التاثير اللي يملكه حزب الله على الحكومه بالعراق وعلى كل القوى الموجوده بالعراق من ميليشيات واخرها، لما يجيب سياسي محكوم عليه يجيبه يوصله الى بغداد وما حد يقدر يحكي وياه، شنو هذا التاثير؟ شنو هاي القوه اللي يملكها برايك؟ القوه الايرانيه. القوه الايرانيه هو حزب الله مخلوقته من ايران، هو تدعنا إيران وهكذا. حتى سوريا بيأذيها، حتى سوريا بيأذيها ما نقل الإيران إيران وروسيا. يعني فهو يحصل، هو يجيب، هو يوصي، هو احنا ما عندنا حكومة. احنا يعدنا حكومة قوية،
يعدنا شعب قوي، يعدنا إرادة قوية، يعني كل هذا مصاريفنا، يعني كل هذا مصاريفنا، لكن لا حكومة ولا إرادة ولا شعب قوي، وحنبقى هالشكل شعب يمكنني لذول الجهد الكورة اللي كتبتنا من إيران وروسيا وأمريكا وإسرائيل. لا. يعني لازم 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 يتوحد الشعب، لازم يقوم ثورة، ولازم ما ينتخب يسقط الانتخابات هذه، لأنه إذا راح انتخاب راح يرجع لجنة، لأنه ما كملتها إيران، كملتها ومحضرتها وكلهم كلهم ملك الجور راح يجون. وما أزهار من بغداد كانت معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم جميعا. الله يستر عليكم حبيبي. بالنسبة حزب الله هو المدلل عند إيران، والمعارضة العراقية سابقا تقتدي بحزب الله. أي إنسان مقرب عند إيران يكون كلمته نافذة، وأقرب مثال لما كان داعش ما بين في منطقة عرسات اللي هي ما بين سوريا ولبنان، فتحوا لهم المجال وجابوه بكمال الحدود العراقية الإيرانية، وحزب الله اقترح على الميليشيات الحج الشعبي والجيش العراقي انه انتم من تدخلون الموصل لا تخلون منزل يرجعون مرة ثانية الى سوريا، في حين العالم كلها قالوا لا خلوا انتم حاربوا حتى تطلعون داعش حتى ما يكون دمار. هم سووا حاصروا وبقى داعش يقاتل قتال مستميت ودمرت المدينة وكتلة الموصل. المسألة هنا المعادلة بالنسبة للحكومة العراقية مسألة سني وشيعي. إذا الشيعي يكون إذا الشيعي يكون عنده ولاء 100% إلى إيران فهذا مرغوب، وإذا السني عنده ولاء إلى إيران أو إلى الدولة العراقية فهو مقبول. ولهذا حتى أي سني إذا يجيبوه لازم ينفذ اللي يريدون. فأنا أقول للشعب العراقي يا جماعة الخير، هذا مثل الإمام حمودي زين، عفوا قبل هذا إحنا لما نقول المصالحة، وين المصالحة؟ المصالحة تصير بواسطة عفى الله ما سلف. وين مثلا بلا قواعد قاتل وعم نشتكين عليه، تفضل مثل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وكان يعني مزاحم إلى المالكي، سوى بس راح الكردستان قالوا هذا إرهابي وصار لأربع سنوات يقتل. زين أنت وين تنتهي المالكي؟ وين تنتهي إذا هذا كان يقتل؟ وأمثالك كثيرين. فأنا أريد أقول يا جماعة الخير يا عراقيين، هذا إمام حمودي يضحك على أخونا، وواحد يقول أنا عندي ولاء لإيران أكثر من العراق، وواحد الثاني يقول إحنا صعدنا على ظهر العراقيين من 2003 وبعد ما ننزل، والرابع يقول إحنا هذول العرب ما يفيدون الا تبطي 4-5 صخور وبيت شعر ما يقدر يقيدون. هذول يستهزون بينا، هذول يضحكون علينا. وبعدين يا ايها الناخب العراقي، انت لو تسال من رئيس الوزراء الى عامل بسيط بالدوله، يا هاي الدوله فاسده ولا هو يقول وغيره، انت ليش تنتخب مره ثانيه دوله فاسده؟ تضحك علينا هاي الدوله، تستهين بينا والله، تستهين بينا، ما تعتبرنا قدامهم احنا. يعني حتى والله هذا واحد يحكي يساكي الله عليك ولو اي بلد زين. يعني ابو علي يعني اليوم اي واحد يروح يحصل صك غفران من حزب الله يرجع حتى لو عليه حكم اعدام؟ اي نعم. اي زين وين الدوله؟ وين السياده؟ وين القضاء اللي يدعون به؟ ماكو مساله دوله مذهبيه، بس يفكرون شيعة يا ناس خليه يفكر يقول هيهات من الذله، مو احنا انذلينا، مو احنا تبهذلنا. يعني أسألكم بالله يا شعب العراقي، أكو واحد مثل موفق الربيعي يقول احنا نجيب العراقيين قصرا عليهم، ولو بعد بلد وطلعون عليهم مظاهرات ما يخلوه، هذا هو من فمك أدينك. زين شو الشفاعة؟ زين احنا ليش الشفاعة بيناتنا؟ ليش؟ مو عراقيين المسألة إعباعوا الحقيقة. إذا صارت تسدنا على صفحة، وكثير أهم من الشيعة الوطنيين بعد بكيفهم، احنا أصبحنا ولا هذا شوف اللغة الفارسية دارجة، وبعدين علي أكبر ولايتي من إجا، مو هذا إنه الشيوعيين والعلمانيين نذبهم على صفحة، لا أكد بس على السنة، الله وكيلكم أكد على السنة. وشو راح تعيش
وشلون تكون هاي دولة مواطنة يا جماعة الخير؟ شلون تكون دولة مواطنة؟ أبو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين، في النصف الثاني من هذه الحلقة نتحدث عن الحملات الدعائية بمبالغ خيالية ورشة تنطلق الحملة الانتخابية في هذا اليوم، اليوم السبت، وسط توقعات بأن تشهد خروقات ومخالفات قانونية من قبل الأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقررة في 12 مايو آيار الشهر المقبل، بنسختها الرابعة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011. طبعا ينتظر من هذه الانتخابات كما تشير بعض التقارير أن تثمر عن حكومة وبرلمان جليدين ورئيس شرفي بلا صلاحيات للبلاد وفقا لما نص عليه الدستور الجديد المكتوب عام 2005. تشارك في الانتخابات وفقا لقاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات المسؤولة عن عملية الاقتراع وإعلان النتائج 204 أحزاب وكيانات سياسية و71 تحالف انتخابي كبير وبعدد مرشحين بلغ 7188 مرشح، من بينهم أكثر من 2000 مرشح يتنافسون على 329 مقعد في البرلمان. يبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 24 مليون و33 ألف مواطن، من بينهم 4.5 مليون يصوتون للمرة الأولى بعد اجتيازهم سن 18، موزعين على 52 ألف محطة انتخابية في 18 محافظة، ينتخبون في كل محافظة نواب ممثلين عنهم في البرلمان بواقع نائب لكل 100,000 نسمة، فيما تم تخصيص 8 مقاعد للمسيحيين والصابئة والأيزيديين والشبك. الحملة الانتخابية تنطلق وسط إهمال كبير لقانون الأحزاب، هذا معروف، المقر في البرلمان قبل نحو 3 سنوات، خصوصا فيما يتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب، كذلك ضعف رقابة مفوضية الانتخابات في الدعاية الانتخابية التي بدأت فعليا قبل أسابيع من خلال طرق ملتوية للمرشحين انطلقت في المناطق الفقيرة والعشوائيات جنوب العراق ومن المدن المستعادة من تنظيم داعش شمال العراق وغربه، وسجلت منظمة شبه حكومية عشرات الخروقات لأحزاب قالت بأنها استغلت حرمان الناس هناك لشراء أصواتهم. تقرير صدر يفيد بأن عشرات الآلاف من الأصوات التي تعود لفقراء عراقيين غرب العراق وفي جنوبه تم شرائها مسبقا من قبل أحزاب إسلامية وأحزاب قبلية عربية شيعية وسنية مقابل بطانيات، هذا ما يضحكون على الشعب، وأطعمة ومبالغ مالية تصل إلى 100,000 دينار تقريبا 90 دولار أو بوعود توظيف في دوائر الدولة. مسؤول أكد بمفوضية الانتخابات ذلك بأن قدرات المفوضية بدائية في إثبات ذلك وتقديم المتورطين للقضاء وطردهم من السباق الانتخابي. وفقا لمسؤول فإن الأحزاب الإسلامية الكبيرة في العراق وهي نفسها الممسكة بزمام السلطة منذ العام 2003 تنفق مبالغ خيالية في حملتها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وغالبيتها تذهب لرجال المؤسسة الدينية والقبلية ومناطق الفقراء الراغبين بكسب أصواتهم منذ أسبوعين وبشكل غير قانوني. بيّن بأن ائتلاف نوري المالكي دولة القانون والحكمة بزعامة عمار الحكيم والفتح بزعامة هادي العامري
التي تمثل الحشد الشعبي في هذه الانتخابات هي الأعلى إنفاقاً، نور المالكي عمار الحكيم هذا العامري، تليها قوائم حيدر العبادي رئيس الحكومة ومقتدى الصدر أياد علاوي سليم الجبوري ومحمد الكربولي، بينما القوائم المدنية أو العلمانية تستخدم حملات راجلة يتمشون لمرشحيها في زيارة لمناطق العامة في بغداد محافظات، اللقاء بالناس، الناس ما عندهم فلوس، والتحدث معهم مع صور وبوسترات متواضعة في الطباعة كما يشير هذا التقرير، وأماكن نشرها أيضا في بغداد حيث يتفاوت سعر الإعلان في العاصمة بين مكان وآخر. وبدوره يتحدث أو يقول المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي بأنه تم نشر لجان رصد في كافة مكاتب المحافظات التي ترصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسوف نتخذ إجراءات قانونية كما يقول بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي. يضيف حتى الآن بأن المخالفات الانتخابية والإدارية لم تصل إلى الجريمة الانتخابية كما يقول، وهناك مخالفات نعم لكنها لا ترقى لدرجة الجرائم الانتخابية كتعليق صور والبدء بالحملة المبكرة واستخدام أساليب غير صحيحة، وهذه يعني تعتبر مخالفات انتخابية. محافظة الأنبار تحتل المرتبة الأولى من حيث المخالفات، تليها ديالى وبغداد البصرة النجف، هذه المحافظات تحتل صدارة المخالفات الانتخابية وفقا لتأكيدات مسؤولين في المفوضية مفوضية الانتخابات. وقد نقلت المفوضية عبر وسائل إعلام عراقية يوم أمس عن نواب وسياسيين شكاوى من عمليات فساد ومخالفات في الحملة الدعائية للمرشحين. معنا اتصال سعد من ميسان، تفضل سعد. أنا ما سمعت، الله يخليك حبيبي. سؤالي عيد إلي سعد. ألو. نعم اليوم. نعم. اليوم هناك مبالغ طائلة، عشرات الملايين من الدولارات في تقوم بها الأحزاب الحاكمة مثل نور المالكي، هادي العامري، عمار الحكيم، في صرفها في هذه الدعايات الانتخابية. تسمع لي خلينا أحكي. تفضل. طبعا هاي المبالغ والأموال قاعد تجذب انتباه المواطنين البسطاء، لأنه هذا المرشح دا يصرف ملايين، دا يوزع فلوس، دا يوزع كارتات على ذول الناس البسطاء، قاعد يستخفلهم. أريد أفهم هذا إيش قد يصرف هاي الأموال الضخمة؟ زين منين بعد يعني حصل الظاهر؟ الظاهر مجلس النواب هم بيعوا شراء بدليل هذه الأموال يحصلها من يوصل للسلطة. يا أخي هاي مشكلة. منين جابها برأيك؟ منين جابها هاي الملايين؟ هو شركة مال العام، هو شركة أموال العام، ولا هم شنو عندهم شركات غير شركات عندهم ومعامل عندهم، يسخروها من أجل إعادتهم إلى السلطة، والسلطة فاتحة ذراعيها لأموال الفقراء يشقبنون ويوزعون حتى يعيد من جديد للسلطة، وهاي الشعب ما راح يسكت عنهم. والآن الشعب انتبه لهذه القضية، قضية مساومات. هو ما يخجل يدفع ملايين من أجل أن يعود للسلطة حتى يكسب مال أكثر ثروة أكثر. هذه ما تعبر على العراقيين الآن، والعراقيين متحفظين. إزاء هذه الأموال قاعد تسخر بطريقة مبتذلة يا سيدي العزيز. زين سعد ميسان، يعني شنو جدي يوزعون الأحزاب السياسية؟ جدي يطون؟ شون دي يشترون أصوات الناخبين؟ ما أسمعك علي صوتك الله يخليك. ميسان الأحزاب شون دعا تتبع أساليب شراء أصوات الناخبين؟ ما قاعد أسمع الصوت. نعم سعد، أنا أشكرك من ميسان كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول أغلب النواب السنة لديهم صكوك غفران، مشعان صك غفران أسدي، سليم الجبوري صك غفران سليماني، لا تتصور بأن نائب سني يعارض إيران ويبقى خارج قيود المعتقل. أحمد العلواني دليل واضح. أبو الحسن رسالة أخرى يقول أستاذ عمر، إذا المرشح والنائب يقول أمول حملتي من جيب الخاص والحملة تكلف مئات الملايين،
شنو جيب هذا لو بنك ابن الوطن. رسالة أخرى يقول إذا مرشح مستقل يصرف ملايين لعد لو بالكتلة منين زين منين جابها إذا يقول معتمد على راتبي. نعم. نائب عن محافظة بابل علي العلاق كشف عن سعي بعض المرشحين للدورة المقبلة لشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظة لافتا إلى أن بعض المرشحين اشتروا فعلا أصوات الناخبين ب50,000 دينار فقط للصوت الواحد نحو $40، وبين بأن ظاهرة تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين تزايدت في أغلب المحافظات مع قرب موعد الانتخابات النيابية، وأضاف بأن المفوضية يقع على عاتقها رصد حالات شراء الذمم الانتخابية للحد من ظاهرة التزوير الانتخابي، كما كشف النائب الكردي عبد الباري محمد زيباري عن سعي بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية من مواطني الموصل النازحين والمتواجدين في مخيمات النزوح بإقليم كردستان العراق. بدوره يقول النائب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي بأن هناك مخاوف من استغلال الناس خلال الحملات الانتخابية، وأكد بأن التأثيرات الانتخابية موجودة في كل الحملات، وبأن المال السياسي يؤدي دورا أيضا، والقطاع الخاص ومال القطاع الخاص كلها تؤدي دورا في الحملات الانتخابية، وهي واضحة مع بداية الحملة الانتخابية. حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية متابعة هذه الخروقات ومحاسبة المخالفين. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام وعليكم عمر. السلام ورحمة الله. والله أستاذ بالنسبة لذول المشاركين اللي ساقين مئات الملايين ومليارات أيضا كذلك، يعني عشرات المليارات اللي سرقوها، حتى زي يصرف له $15 مليون 20 مليون دولار ليوزعها منا ومنا في سبيل شراء هذه الناس. الناس أكو ناس قسمين، قسم محتاجة وقسم نفوسها ضعيفة. أنا ما ألوم المحتاج، لكن كل هذه الأفعال اللي يقومون بها هذه القذرة، هذه إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تكون أيامهم قريبة، كل أموالهم تذهب إن شاء الله صدى. يعني أنا أتوقع أن الانتخابات لن تقوم. ثانيا، قرار على أساس إلغاء البطاقة الشخصية هذه المشاركة بالانتخابات، هذه البطاقة اللي على أساس تشتغل على الأجهزة الإلكترونية، أنا سمعت أنه كذلك راح يطلع بها قرار. يعني كل هذه البطاقات اللي باعوها هذه أموالها راحت هيك مثل ما يقول هدر، والحمد لله والشكر راح تذهب هدر إن شاء الله. وأنا ليش ذيك المرة ذكرت على قناتكم، قلت أنه هذه هو يبيع أو ما يبيع، هو ما مستفاد. وأنا أقول لكل واحد اللي يقدر يشتري، اللي يطول مواد غذائية واللي ينطول بطانية، إذا صدق هو إنسان نزيه وشريف، يعني عنده غير على نفسه وعلى عائلته وعلى الدمار وعلى الجوع اللي حصل وعلى القتل اللي حصل، خل ياخذها حتى إذا حلف يمين ما يوقع عليه، لأنه يقول كلهم مثل ما يقول أموالهم حرام، سحت الحرام اللي سرقوه من أموال الشعب، هو من أمواله، فأخذها أخذها وأضحك عليه. أنت أضحك عليه المواطن، إذا صدق أنت عندك عقل وعندك دين وعندك مثل ما يقول ذرة من الغيرة، أنه الشعور والإحساس، أخذها هذه. يعني ما أقول لك لا تأخذها، بس لا تبطي وعد، حتى إذا أنطيت وعد أخلف بوعدك، ما تعتبر أنت منافق، لأن هو كل أمواله حرام. نعم. تاركها من عندك ومن أطفالك ومن زوجتك ومن عائلتك ومن عشيرتك ومن كل المواطنين الموجودين. أبو عمر من السليمانية كان معنا. شكرا لك. معنا اتصال علي من الديوانية. تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لذاعتكم الكريمة. حياك الله، يا أهلا بيك. شلونك عيل؟ أهلا وسهلا. أنتم من قناتكم الكريمة دعموا الحشد الشعبي، دعموا الجيش العراقي، دعموا القوات الأمنية. نعم. إحنا ما لنا علاقة بالسياسيين، ما لنا علاقة دعموا الحشد الشعبي، أهم شيء الحشد الشعبي. زين علي، هم مسيطرين على العراق وعلى فلوس العراق، يعني هاي ملايين الدولارات دا ياخذوها من خزينه يعني الدوله، يعني مسيطرين على، ودا يضحكون على الناس بيها ببطانيه، ويضحكون عليهم يعني بفلوس قليله حتى ينتخبوهم ويسيطرون على الدوله 4 سنوات. الحشد
بس بدي اخدمك ابن عمي. هم حي الشعب مسيطرين للسياسيين. انت شو تقول؟ لا سياسيين حي الشعب ما له علاقه. هي لو هي هو العجده نحكي احنا السياسيين مسيطرين على مفاصل الدوله. اليوم دا يصرفون عشرات الملايين من جنوبهم ولا شمال. اليوم دا يصرفون عشرات الملايين من الدولارات، تخيل هذه المبالغ الكبيره، حتى يفوزون بالانتخابات يشترون بطاقات انتخابيه، يوزعون هدايا. العراقيين وين يروحون؟ يهجون ظلون بالعراق لما نسلتي احنا. نعم بس قل لي فهمني. انت فهمني يعني شنو اللي برايك، شنو اللي توصله انت؟ يعني ترجع تنتخب نفس دولة؟ وين نهز؟ ما أنا ما انتخبت من جابة أم لحد لا ما انتخبت ولا واحد من عندهم. تمام والحل؟ الله وكيلك ها؟ الحل هسه شلون؟ هنا نطلع نطلع لأمريكا، نطلع لإيران، هنا حد؟ لا طبعا نبقى بالعراق. ما كفاية ما سوينا فايدة. علي من الديوان إن شاء الله. حبيبي حبيبي بس خلنا خدمة. علي من الديوانية. علي من الديوانية معنا اتصال آخر. صالح من السعودية، تفضل صالح. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك والأخوان العراقيين من الجنوب للشمال. حياك الله. وأنا أشكرهم على أنهم تجاوزوا جميع المحن والقتل والماء الجية، وإن شاء الله يرجعوا الشعب واحد، وهم شعب واحد، وهم أخواننا في الدين. الثاني أنا طالب من العراقيين جميعا وبالذات الأغبياء الدواعش، يا دواعش ليش تقتلون العراقيين؟ ماذا قدمتم للشعب العراقي؟ والميليشيات مرتبطة بإيران، ماذا قدمتم للشعب العراقي؟ أنا اللي شايف يا عمر والواقع قدامي في سوريا، تركيا وإيران أصدقاء وتبادل اقتصادي واجتماعات، وعندهم فريقين في سوريا، فريق الجيش الحر أنواعه وداعش والقاعدة، والفريق الثاني اللي هم ميليشيات إيران وأحزاب إيران بقيادة بشار، كلهم عرب يقتلوا بعض، ورئيس الفريقين اللي هي تركيا وإيران هم أعداء، المفروض يكون أعداء لأنهم يتحاربون، بينما هم أصدقاء والعرب يقتلوا بعض باسم الميليشيات وباسم القاعدة باسم المقاومة ويدمروا أوطانهم. العرب دمروا أوطانهم لمصلحة تركيا وإيران. أصحى يا عرب أرجعوا يد واحدة، كلمة واحدة، انكشفت المآمرة. حنا أعداءنا الميليشيات والقاعدة وداعش والقتلة بأنواعهم، حنا العرب يد واحدة بعد اليوم خلاص، اللي ما صحي يصحى. ما في أي سبب أن نقتل بعض وندمر بلداننا، ندمر على مصلحة إيران وتركيا، هذول مستعمرين قدام على العرب الآن طمعانين فينا وكانهم أعداء وهم أصدقاء. زين صالح وتحياتي. نعم يا عمر أنت أنهيت كلامك، شكرا لك صالح من السعودية. معنا اتصال ونستكمل قراءة رسائل واتساب. يقول أبو مصطفى الجبوري تحية طيبة، وبعد أقول لهذا الدعي همام حمودي أجل نحن أفضل دولة في المنطقة بدليل القتل على الهوية والتدمير والتهجير والاعتقالات العشوائية والتنكيل بالثكالة واليتامى وسرقة المال وسوء الخدمات. والحديث يطول، ومع هذا لا يزال سياسيو الصدفة يتشدقون بالحرية والديمقراطية وهم بعيدون كل البعد عنها، فهم الذين سيطروا على الحكم بالأغلبية السياسية أو بالأحرى بالأغلبية الشيعية كما يقول طيلة 14 عاما باستثناء مجلس الحكم سيد الصيت وأياد علاوي، ومع كل المآسي يطالبون بالأغلبية السياسية في الانتخابات القادمة وهم يعنون بالأغلبية الدعوتشية. وأخيرا أقول بأن صك الغفران لا يختلف عن مفاتيح جنة الخميني، الاثنان وجهان لعملة واحدة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. قيادي في تحالف القوى وهو النائب محمد نوري العبد ربة في حديث مع العرب الجديد تحدث بأن هناك مخاوف من الانتخابات خصوصا مع استغلال المال العام في الترويج لجهات معينة، وبين بأن هناك بعض السياسيين يستغلون احتياجات المواطنين ويقدمون لهم بعض المساعدات والأموال ويعبدون يبلطون الشوارع وما إلى ذلك من دعاية انتخابية غير قانونية، وعد بأن هذه الحملة الدعائية الحالية هي حملة نصب واحتيال على الشعب العراقي، وأكد بأن المال أصبح يؤدي دورا بنسبة 70% في الترويج للمرشح. من جانبه قال النائب عن محافظة الأنبار فارس الفارس بأن أكثر الكتل السياسية بدأت باستغلال العوز الموجود لدى الناس وقلة الخدمات، فالسياسيون نهبوا وسرقوا أموال وخدمات الشعب واليوم يعطونهم بعضها لأجل الحصول على الأصوات. أشار إلى أن هناك بيع لبطاقات الناخب ما أدى إلى صعود مفاجئ في سعر البطاقة، فقد أصبح الصوت له سعر بل بورصة، ليصل سعر الصوت الواحد إلى 150 ألف دينار عراقي، رخيص 150 ألف دينار عراقي. معنا اتصال، نقرأ رسائل واتساب. يقول نائب برلماني من الأنبار أخوته لما نصير لعبة برشلونة والريال يأجرون طيارة خاصة يروحون يشوفوها ويجي يسوي دعاية الأنبار هويتنا. حسين من الرمادي هذا اللي دز الرسالة، من نصير لعبة بين برشلونة والريال يأجر طيارة خاصة ويروح هو أخوته. أخوي الله كفيلك يملكون ملايين الدولارات، قبل سنتين نواب مجلس محافظة طلعوا السياحة وهناك سووا فضيحة أخلاقية وابتزوهم ودفعوا مليونين دولار ثمن الفضيحة ثائر الفهداوي. رسائل طويلة هناك. يقول علي، يقول علي يا حشد أكو دولة محترمة تتباهى بالحشد، عنده 50 علم وبالشارع جايبيهم لو جيش نظامي تحت علم واحد، إلى متى تظلون بهذا العقل؟ مكافي تخلف. يقول هو يعني أرجو من اللي يكتب الرسالة يعني على الأقل يكون الإملاء مالته واضح، يعني إملاء مال ابتدائية همو هيك، يعني أحرف داخلة بعضها وحتى نوبات من الصعب. إحنا الرسالة نقرأها مباشرة نقرأها. الحملات الانتخابية اللي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، هذا يعني إما الحزب عنده مخزون من الأموال، وإذا افترضنا بأنه كل حزب عنده 10 نواب وجمع له خلال 4 سنوات مثلا، خلينا نقول معقولة جمع له مليون دولار؟ ما معقولة. إذن هذا يوضح الآن طلعا أموال الفساد، صفقات الفساد، المشاريع، المقاولات، التهريب، اليوم يتم استخدام جزء منها لإعادة الوجوه مرة ثانية ولتكرار نفس الوجوه في البرلمان القادم. هذه أموال يتم الضحك بها على الشعب، الشعب مسكين يروح $100، يعني أوكي ما راح تغنيك، إيش قد راح تكفيك؟ أسبوع مثلا $100 ما راح تكفيك، تخلي يعني واحد يضحك عليك ويصعد على أكتافك لمدة 4 سنوات أخرى $100 لو بطانية مثلا، لو يقول لك والله راح أعينك، شلون يعينك وهو بعده أصلا ما صار بالبرلمان، وإذا صار بالبرلمان يعني إذا أريد يعين جماعته وأقربائه. ثانية، وزارة المالية قالت 2018 ما بيها تعيينات لأن ميزانية العراق بيها خلل، ميزانية العراق ما تكفي. فهذه وعود، يعني الشعب يعني 15 سنة مو كافية يتعلم الشعب شنو اللي صار بي من هؤلاء. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا حضرتك اخوي والقناه الرافدين. حياك الله، يا اهلا وسهلا اخوي استاذ عمر. يعني بس اريد نفهم الشعب العراقي الى متى يبقى مقتنع بالوعود اللي دا ينطيه اياه النائب واللي مرشح نفسه؟ يعني مو عيب عليهم لما يقدمون بطانيه او يقدمون دجاجه او يقدمون اي شيء؟ مو الناس كشفتهم وكافي عليهم المخازن اللي دا يحصلوها والمسبات اللي دا يحصلوها؟
يعني الى متى يظلون يضحكون على نفسهم؟ ماذا يضحكون على الشعب؟ هم ماذا يضحكون على نفسهم؟ يوم يروحون يسوون شوارع يذبون عليها سبويات، انتوا وين كنتوا خلال هاي الاربع سنوات الماضيه؟ ليش هسه قمتوا تطلعون هالشغلات هاي؟ نعم، الى متى انتوا تضحكون على العالم على اساس وانتوا اساسا تضحكون على نفسكم؟ مو كافي يعني؟ يعني انت النائب واللي مرشح نفسك لما تنطي لك بطانية وتنطي لك دجاجة، انت حاسب حسابك تأخذ أضعاف أضعافها بالمئات المرات، والناس عرفت بيك بأنه انت انسان فاشل وانت انسان تدور مصلحتك. نعم، فماكو داعي تضحك على الناس بعد، كل الناس كشفتكم وهي هاي طبيعتهم استاذ عمر. يعني هسه احنا بعد ما عدنا ثقة بأي شخص يرشح نفسه للانتخابات، لأنه الانتخابات اللي مضت ما قدموا كل شيء للشعب. شنو اللي قدموه هذول المهجرين بعدهم الى هسه؟ مدارس ماكو، مستشفيات منتهيه ورايحه، علاج ماكو، طب للمستشفى يكتبوا لك علاج ويقول لك روح اشتري من ابسط شيء، ابسط شيء الكانوله تروح تشتريها من برا وتجي. نعم، كافي يعني، عيب والله، عيب عليهم، ما يستحون ذولا. المفروض بالشعب يقاطعهم مقاطعه نهائيه استاذ عمر، كافي. نعم، وأنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ركزنا فيها على موضوعين صراحة. كان الأول عن صكوك الغفران اللي يمنحها حزب الله ويرجع سياسيين محكوم عليهم وعليهم أحكام صادرة من القضاء، وكذلك يعني مطاردين من قبل الميليشيات في العراق. أما الموضوع الثاني فتحدثنا عن بدء السباق الانتخابي اليوم السبت، وهناك عشرات الملايين من الدولارات يتم صرفها على هذه الدعايات الانتخابية من قبل الأحزاب. كان في الترتيب دولة القانون نور المالكي، عمار الحكيم، هادي العامر، ومن ثم جاء سليم الجبوري وإياد علاوي ومقتدى الصدر ومحمد الكربولي في هذا الصرف لهذه المبالغ الكبيرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.